مؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجره مبتلي وما لي أنا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه من دونه آلهة لا تغني عني شفاعتك شيئا ولا ينقذون إني للفيد ولا أعلم مبين إني آمنت بربكم اسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما نصرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعد من جزن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويقول لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأنثى حملنا ذريتهم وآية لهم الأرض الميتة وحينا وأخرجنا من أبل فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى فروجون قديم لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا من لذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وتعالى العليم وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تعطيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا هنا مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ومن لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أحدهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع الذين مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تظلمون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون
إن أصحاب الجنة اليوم في شور فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعليكم اعبدوني على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلام اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أيديهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى الكون ولا الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما بيت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وظللنا لهم فمنها ركبوا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا لهم ينصر ولا يستطيعون ولا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول منا نحن ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهدي زعمه يا رميم قل يحيي الذي أنشأها لمرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم لا خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وسواد الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله مولانا الذي وبلغنا الرسول النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سكالة القلب ذكر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه الله هو 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. الله هو 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. آمين آمين يا رب العالمين. دعونا في الله سبحانه وتعالى سيدنا ولي القرآن على ذكر الله تطمئن القلوب. الذكر is that type of thing which cleans the heart. You like how you get an iron. Iron, after a while, it rusts. Rust comes. The heart is the same. And when you forget Allah, when you deep into the Western world, your actions, you're waking up, you're sleeping, you're walking, you're talking, you're dressing, has become theirs. You become closer to them and further away from Allah subhanahu wa ta'ala. Yet, the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala should be done from the morning to the night. Then they are awliyas, they are walis, Allah. We don't have to say anything from the mouth. But the heart, it reads the zikr of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding and give us the himmat and strength that when we wake up, we say alhamdulillah. When we walk, alhamdulillah. Somebody give you a gift. Zakat. Subhanallah. These words must be in our mouth, in our lips. That whenever anything good happens to us, or even whenever anything bad happens to us, min al-qadri wa sharri al-khayri wa sharri, whatever happens, is from Allah subhanahu wa ta'ala. And make shukr. And that person who makes shukr, la'in shakartum, la'azidanna. That person who makes shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever situation comes, Allah increases the barakat and muhabbat and blessing upon you. Sallallahu alayka ya ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya ya حبيب الله سلام ہم بے قصوں کا لے جا نبی کے روزے پہ جانے والے درود تم پر سلام تم پر سلام شاہ انام تم پر جو سب نبی کے روزے پہ جانے والا
سلام الشارع أنا تنظر مدينة جاك السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله، اسمع قولنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ يدي سحل لنا أشقالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الضيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا إلهي ہم جتنے بھی ہاتھ اٹھائے آپ کے دربار میں، یا الہی جو کچھ سورہ یاسین پڑھی گئی، یا الہی جو قرآن پاک کی ختم پڑھی گئی، یا الہی جو تیرے پاک نام، تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے صدقے و طفیل، یا الہی تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا الہی تمام مرحومین کو اپنے قبر میں اس کے ثواب پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور یا الہی سب سے بڑی بات کہ تمام مرحومین کو اپنے قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا الہی رحم فرما، کرم فرما، تمام مشکلات سے حل فرما. یا الہی جو کچھ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے، جو تیرے پاک نام کی ذکر کی ہے، یا الہی ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، یا الہی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور یا الہی جس کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، یا الہی اس کام میں برکت برکت عطا فرما. یا الہی ہم گنہگار رہے، سیاہ کار رہے، ٹوٹے ہوئے ذلت میں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہی، یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا الہی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. یا الہی رحم فرما، کرم فرما، تمام مشکلات سے حل فرما، احل المشکلات یا دافی البلیات. یا الہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے سب کے طفیل ہم میں سے جو بیمار ہے، یا الہی ہمارے بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا الہی جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، یا الہی جو بے روزگار ہے ان کو روزگاری عطا فرما. یا الہی رحم فرما، کرم فرما، تمام مشکلات سے حل فرما، احل المشکلات یا دافی البلیات. یا الہی ہمیں آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کے گہرائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان اہل رسول، منو دست دامان اہل رسول. ببرکت اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا وبارک وسلم وسلم علیہ. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. قبول فرمائے.